في رد فعل إنساني رصدت فرنسا مبلغا وقدره 50 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة في سوريا، وذلك على أن تتولى نحو 20 منظمة غير حكومية تعمل على الأراضي السورية على تنفيذ المشروع. وقد أوضحت مصادر فرنسية أن الاتفاق على المبلغ تم خلال اجتماع عقد بقصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي ماكرون وممثلين عن منظمة غير حكومية.